أعلنت تركيا بدأ عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقال وزير الدفاع التركي خلوس ياكار إن العملية خطط لها على مدى أيام وأن المرحلة الأولى منها حققت أهدافها. بدوره أكد المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني اندلاع مواجهات مع الجيش التركي في أكثر من منطقة بكردستان العراق. العراق من جديد مسرح لعملية عسكرية من دول الجوار. تركيا تشن هجوما شمالي البلاد، مسرحه تحديدا مناطق في محافظة دهوك بكردستان العراق. أنقرة سمت العملية بمخلب القفل، والهدف منها ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المتحصنين وفقا لتركيا في مناطق بكردستان ومحافظة نينوى. طائرات ومدفعية ثقيلة قصفت ثلاث مناطق بينها ميتينا، حيث سابق لتركيا أن أنشأت قاعدة عسكرية. وزير الدفاع خلوص أكار قال إن وحدات من القوات الخاصة دخلت المنطقة من البر والجو وسيطرت على الأهداف. لقد أطلقنا الليلة الماضية عملية المخلب القفل بعد فترة طويلة من التحضير والتنسيق، كما نجح أصدقاؤنا في التقاط الأهداف المخطط لها وأتموا مهمتهم بنجاح. حزب العمال الكردستاني بدوره يقول إن التقدم التركي تسبب بمواجهات عنيفة وفقا لمتحدث باسمه. وبينما تعلن أنقرة بدء عملياتها، قال سكان محليون إن القصف مستمر منذ 10 أيام. مرت 10 أيام وهذا الجبل يقصف باستمرار ليل نهار بالمدفعية والطائرات الحربية التركية، ولم يكن أمام الناس خيار سوى التخلي عن هذه المنطقة تدريجيا. على مدى سنوات تكرر تركيا عملياتها العسكرية في مناطق من محافظتي دهوك ونينوى، والإعلان عن العملية العسكرية الجديدة بعد يومين من زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إلى أنقرة يرسم علامات استفهام بشأن توقيتها. كما تطرح أسئلة كثيرة بشأن قدرة العراق على حماية سيادته، خصوصا أن ما تقوم به تركيا يأتي بالتزامن مع وجود معسكرات لحزب العمال الكردستاني التركي في البلاد، ويأتي أيضا بعد شهر بالضبط من قصف إيراني لموقع داخل محافظة أربيل. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، إذا عملية عسكرية تركية في كردستان العراق، كيف ردت بغداد على هذه العملية؟ حتى الساعة لا يوجد هناك أي ردود فعل جمال، خصوصا ما علمناه منذ قليل أن كان هناك اجتماعا لمجلس الأمن الوطني أو الأمن القومي العراقي بعد ظهر اليوم، وبحسب هذه المصادر أن الاجتماع لم يناقش هذه العملية والتزم بسياق جدول الأعمال الذي كان معدا سابقا أو سلفا، ولم يتطرق إلى هذه العملية، ولم يصدر حتى الساعة بيان حول موقف الحكومة العراقية ولا حتى الكتل السياسية العراقية. ما علمناه أيضا وبحسب وكالات محلية كردية تحدثت عن اشتباك للقوات الأمنية العراقية، وبحسب هذه الوكالة تحدثت أن الجيش العراقي اشتبك قبل حوالي 3 ساعات من الآن الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد مع قوات إيزدية في مناطق الشمال، ولكن لم نعلم ما هو طبيعة أو وجه الاشتراك، خصوصا وأن المناطق نفسها أو تكاد تكون قريبة إلى المناطق التي تعرضت إلى القصف التركي والإنزال الجوي الذي حصل ليلة البارحة ونهار اليوم شمال العراق في منطقة إقليم كردستان. ضياء الناصري مراسل العربي من بغداد، شكرا لك.